إيقاع حياتنا اليومية وخاصة الاقتصادية اختلف مع غلاء الأسعار وارتفاع السهم بشكل يومي وربما ساعي، لكن بالمقابل رسمت ملامح حلول بسيطة بإمكانياتها وإلى معنى كبير، فالبازارات والأسواق الخيرية كانت سند للعائلة بكل متطلباتها. أكيد اليوم سوق خير يختار منطقة الكسوة ليقدم خدماته برعاية من مؤسسة سواعدنا لبعض نتعرف بشكل أوسع على أبرز ما يعرض في السوق وخصوصية المكان. معنا بصباحنا غير السيدة نادية رفاعي مديرة مؤسسة سواعدنا لبعض وقصي حلاوي متطوع ومدير قسم التسويق بالمؤسسة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير. بالبداية مدام نادية، خلينا نحكي أكثر وتعرفينا عن هذا السوق الخيري يلي أقمتوه بمنطقة الكسوة. هو منتزه سواء بفيحة، اخترنا مكان متوسط بالمنطقة بيقدر يجي عليه مو للكسوة بس، يخدم جميع المناطق. في عنا خان دنون، خيارة الطيبة، الحرجل، ضيف الكسوة، هو الكرمال يخدم هاي المنطقة. فأخذنا موقع إنه هو يبقى كتير سهل لكل العالم. منتزه الفيحة وبنص المكان كله بيعرف وين هو موجود، كبير، في ألعاب، في مطاعم، الناس تيجي بتنبسط، عاملين مسابقات. فهذا السبب اللي احنا نغير فيها جو أجواء العيد، ومو بس بيحضروا بازار ويمشوا، يعني في كتير أجواء حلوة للعيد. نعم قصي، مثل ما عرفنا انه في قسم خاص لابطال الجيش العربي السوري وايضا الجرحى، خبرنا عن هذا القسم شو بيتضمن وقديه اليوم فعلا باي اعمال عم تقوم، في اي مبادره عم يكون في خصوصيه وقسم كثير منا لابطالنا بالجيش؟ هلا اقسام هي نحن فاتحين اقسام للتجار وقسم خاص بس لاسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري. طبعا نحن بنقدم طاولات الشهداء، هي بتكون طبعا فري، تواصل مع بيننا وبين الشركه، تقدمه من الشركه للشهيد او اسر الجرحى لحتى يتفاعلوا معنا، يعني خدمه لهدول الشباب. يعني نادية عادة بيكون ببعض فعالياتكم في مشاركة من أهالي ذوي الشهداء بالبازار نفسه أو بالنشاط نفسه، هل هذا الشيء أيضا موجود بسوق الخيري بالكسوة؟ تمام، هو في جريح الجيش العربي السوري، هو عنده حتى يعني موجود بمؤسسة، فتاجر عمل له بضاعة من الشام كمان، فمبادرة حلوة منه وحط له البضاعة، ونحن كمؤسسة بنعطي الطاولات طبعا غير مقابل. في عنا قسم للإنروا كمان موجود، من أعمال يدوية للإنروا موجودين بخان دنون. يعني قد ما نقدر نحن ندعم الأشخاص كتجار أهل المنطقة، نحن نفيد أهل المنطقة، نحرك السوق من أول وجديد. الحمد لله هيك بانتصارات الجيش اللي صارت بكل حوالي الكسوة، فيرجع يتنشطوا التجار. كانت البادرة حلوة جدا، يعني حتى يعني أول مرة بصير عندهم بازار، يعني حتى قبل الحرب. فإجت التجار تقول نحن نعمل شيء ولو خسرنا ما عندنا مشكلة، نحن ما عندنا خسارة وربح، نحن نشط المكان، نشط الناس، ترجع من أول وجديد. نعم خبرينا مدام نادية، يعني اليوم شو هي الأقسام الموجودة بداخل السوق، ويمكن قد ايه حاولتوا تراعوا قد ما بتقدروا حاجات الناس وفعلا تنافس السوق وبأسعار فعلا تناسب ويعني تخفف شوي عن معاناة العالم؟ هو فعلا مو دعاية للبازار، بس فعلا بيجي بيشوف. حتى أنا كمنظمة بازار قلت لهم كسروا الأسعار كرمال الناس تجي، نحن ندعم للناس خاصة لحوالي الكسوة. ففعلا الاسعار هي جدا يعني جدا مكسوره بطريقه، يعني التاجر بيقول لي ما اخذ راس ماله، حتى في تجار نزلت. في عنا معمل مضيئه مثلا، ادوات تنظيف، اسعار فظيعه، يعني انه كيف عم تربح؟ لين ما بدي اربح، انا عن جد بدي انا اكمل وخلي الناس تشتري. عندي شركه شهد السيد حسام برنبوش، شفناه امبارح، انسان رائع جدا، كمان عروض رائعه في صبايا وفي خطواتي البسه. حتى كاجاني تاجر من الشام عم يشوف الوضع البضاعه، فقال لي كيف عم يبيع بسعر كثير مكسور لاحذيه بناتي وولادي وهيك، فهو عم يربح راس ماله ابدا. يعني التجار هي بالكسوه، فتقول لك انا بدعم كل الموجودين، في عطورات، في محمصه ويس كرمال العيد، قهوه، في البسه، في دوري، في قصي، شركة أبو قصي، مؤسسة قصي، في قرطاسية كمان أسعار رائعة جدا، كل شيء بالقرطاسية بيحبوه. في كريستينا للأثياب المدرسية للصبايا، فهي متنوعة من كل شيء، غذائيات، سكر، يعني سكر منعرض هيك حتى بأي مكان تاني، كسرتوا حتى أسعار الكل. لاحظت العالم هذا الفرق جدا، يعني هلا أجا أول يوم، أنا تخيلت مبارح أول يوم منطقة جديدة عليك شيء يكون شوي يعني يعني شوي وضع ما كتير. كان امبارح اقبال كتير قوي، الافتتاح كان رائع جدا، مشكورين كل اللي ساعدونا،
هنا من رئيس البلدية لمدير الناحية للفرقة الأولى الأمن العسكري، الأمر رائع جدا. أنا ما عم يعني أكيد ما بيهمنا نحن الناس تطلع تزعل من أي شيء يصير، بس فعلا الأمن 100% موجود كشرطة أمن فرقة أولى، وجهاء رؤساء البلديات مناطق الثانية إجوا كلهم حضروا الافتتاح، عملنا شيء هيك حلو كفقرات لذيذة، كانت أتمنى تكونوا بس نعرف المعرض. إن شاء الله نعطيكم الصور وبتشوفوا الأجواء الرائعة، يعني الناس بالشارع تيجي الأطفال طايرة عقلها، في شيء جديد صار بالحياة. كل من قالت من تاجر اليوم التحضيرات رائعة جدا، قال لي هلأ رجعت سوريا، يعني هي الكلمة كانت رائعة، كنا عم نحط أغاني وطنية وأعلام سوريا وهيك. إن شاء الله إلى خير. إن شاء الله. دمعت عيونك مدام نادية، يعطيكم العافية. يمكن بدي أنتقل لك قصي، نحكي شوي كيف هيك أخذت وقت بالتحضيرات، وكنتوا حريصين مثل ما حكينا يكون كل شيء متواجد، خصوصا نحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك وأيضا المدارس. هلأ التحضيرات بصراحة صارت بوقت قياسي جدا، يعني نحن خلال 8 أو 10 أيام كنا مجهزين كل شيء، متواصلين مع التجار، مع البلدية، مع الناحية، مع الفرقة الأولى، مع صاحب المنتزه اللي هو قدم لنا المكان بدون مقابل. وبحب يعني اتشكره على هذا العمل الرائع، هو أبو عبد اللحام. تواصلنا مع التجار، لقينا إقبال كبير من التجار ورغبة بهيك شيء، يعني حابين يفعلوا المنطقة، منطقة جديدة يعني طالعة من الأزمة. لقينا اقبال كثير حلو من قبل التجار، وحتى هني صار يساعدونا بانه نشوف محلات تانية، تجار شركات تانية. نعم، يعني مدام نادية بنرجع لعندك، ونحن كثير مقدرين هيدي الدموع اللي هي يمكن فرحة انه قدرنا فعلا نعمل شيء، وهي يمكن تسترجع شوي من ذكريات الاعداد لهم. لكن اليوم بدي اسالك انه قديش لما بنقول انه ما حدا بيحس بالجرح الا صاحبه، هو فعلا هذا الشيء، المبادرة هي من الناس، من العالم يلي فعلا موجوعة بمختلف التفاصيل. فاليوم قديش بتشجعي انت من خلال هي التجربة الناس رح تشارك بهي المبادرات، بأي شيء صغير، بأي فكرة، حتى التجار وأي حدا موجود؟ هلا بتمنى انه فعلا البازارات اللي عم تصير بغير اماكن، يعني نحن بنلاحظ كأهل الشام وهيك، فما بنحس كثير انكسروا الاسعار، يعني انكسروا يعني خفوا التخفيضات، رجعوا يعني حتى البازارات عم تصير شوي تجارية، يعني هي تجارية مربح كبير. يعني بتمنى انه فعلا نفيد كل المناطق، يعني حتى بقلب الشام موجود معنا كثير ناس يعني وضعها كثير فعلا تعبان كثير وشوي، فبتمنى نحن يعني كصوت يصل انه لما تشوفوا فرحة الناس انه انتم عم تجيبوا شيء خصها للدنيا قرطاسية، وكل حدا لك القرطاسية هم كبير على وعيد، يعني هلا العيد هذا محرومين صراحة الأطفال، محرومين الأسر انه يشتروا للعيد، لأنه في هلا قرطاسية، فهنا بدهم يجيبوا القرطاسية أهم من العيد. فبتمنى هيك بس يعمل لافتات المعامل، التجار المربح بيجي للكل، يعني اذا التاجر هو ببيعته الايام السنه يخفض بهذه الفتره بس بيزيد مربحه لبعدين. بتمنى ان الكل يكون موجود يعني فعلا بنفس الطريقه، البازار مو حيكون اول مره بالكسوه، من هلا تجار عم تحجز لبعدين واسماء كبيره، يعني بيت الحلاق مثلا للاحذيه مثلا والالبسه بيصدر لدبي وللصين، قال لي انا باخذ جناح كامل واسعار اخف حتى من السوق، فهي ما اسمه نحن نضر تجار اللي برا، لا ابدا، هو معرض، المعرض بيكون فيه اسعار معينه ما بيضر التاجر اللي برا، بس هي بتفيد كثير الاشخاص والناس، هي كرمال الناس، فهو لا ضر تجاره ولا عمل اي شيء مع حدا برا، بالعكس قدم كل الفائده، قدم الفائده للناس، التاجر للناس اخر شيء تمام، والتاجر الموجود هو اخذ فائده، بيقول لك انا باخذ الكم، يعني العدد الموجود، ما باخذ قديش بيفوت علي كحساب تجاري، بيهمني العدد اللي كبير. فان شاء الله نحن بعد العيد مكملين وبنفس المكان، وحنفتح صاله ثانيه كمان. انا برجع بقول شكر جد لأبو عبد اللحام، هو صاحب كانت لم نعرفه، هو شلات الفيحاء بالربوة لإله، المنتزه كمان لإله، قال هذا المكان اللي بفعله، أنا الحمد لله أموري مادية مرتاحة، عندي مسائل على الموضوع الوضع المادي شو يكون. أكيد نحن بدنا كمان نتشكر كل شخص شارك بهذا البازار بغض النظر عن أي اسم طبعا كان شارك، طبعا كل دول اسم ما ننسى حدا، يعني تماما، وحتى اللي شاركوا بالجمعية صحيح أبدا، كل التجار من غير ذكر أسماء أنه حأنسى كثير، مشكورين على اللافتة الحلوة وفرحتهم مبارح، شافوا فرحة الناس موجودة معهم. نتمنى الكل يتفاعل يعني بأي منطقة، مو بتبقى يعني سواعدنا بس لبعض، نتمنى كل فريق، كل مؤسسة، كل جمعية، خاصة الجمعيات، هي تعمل هيك مبادرات بكل مناطق والريف، دعم الريف الدمشقي، وإن شاء الله بننتقل لغير محافظات.
أكيد يعني نادية، دائما بنقول البازار إذا ما كان فيه كسر للأسعار وما كان فيه خلينا نقول متوفر كل شيء بمكان واحد، ماله يعني ما حقق ولا خلينا نقول هدف من أهدافه، هو دائما هو الأهدافه أنه يكسر الأسعار ويختلف عن السوق الطبيعية بغض النظر عن الأسماء المشاركة. سواعدنا لبعض نعرفته بالبداية باهتمامكم بذوي الاحتياجات الخاصة، هل كمان هذا الشيء موجود بالبازار؟ هل في مشاركة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبازار؟ للأسف يعني أنا دورت كتير احتياجات خاصة. في عنا حملة هتسمعوا فيها إن شاء الله عن قريب لذوي الاحتياجات الخاصة بقلب الكسوة وحواليها. هداك الوقت يلي وهديك المناطق يلي هي الساعة ما عندها وعي اجتماعي كأسرة يطلع ابنها للناس، ونحن لازم ندمجهم. كتير أعداد قليلة جداً، النور ما عم تشتغل على الدمج بشكل كتير خفيف. يمكن هذا بازار فاتكم أنه تقدروا تدخلوا تتعرفوا على عائلات، تشوفوا يمكن هاي المشكلة اللي كتير نحن بنتوجه لها حتى بالأعلام. يمكن بالريف بنلاقيها شوي مختلفة عن المدينة. شفتوا عائلات؟ زرتوا عائلات؟ صدقيني لا، لأنه لسه كمجتمع أنه لسه نحن مغلقين على الطفل احتياجات، فيفترض يصير في توعية للمجتمع خلي الطفل يطلع. يعني أكيد يعني ما بتشوفي تسمع بتسألي ما بتلاقي، أكيد موجود بس عدم الوعي كمجتمعات بهذيك المناطق. ما بحكي بس طبعا على الكسر، ما بحكي بكل مناطق الريف. بيفترض نعمل توعية، ممكن سواعدنا، بس بتمنى كل حدا له علاقة بالاحتياجات الخاصة يطلع حملات لبرة توعية للأهالي للأسر للمجتمع لحتى يطلع أطفاله ونقدر نشتغل عليهم. أكيد يعني نحن سعيدين أنه كنتوا ضيوفنا لليوم، ومتشكر هي المبادرة، ومتشكر كل شخص فعلا قدر يقدم أي شيء، إن كان فكرة إن كان اقتراح وإن كان فعلا مساعدة مادية أو حتى مشاركة مادية. وبالنسبة أكيد سلمى مثل ما نقول دائما للتجار، فلكل تاجر كان قلبه على البلد. صحيح. وفعلا ما استغل حاجة الناس وهو ساهم بهي الأزمة، فنحن بدنا نوجه له كمان التحية لليوم. نتمنى دائما يكون في هذا الوعي وهذا الحس الوطني الكبير. شكرا. شكرا لك مدام نادية، وشكرا قصي.